طيب رجعنا في فيديو جديد وهو دلوقتي هيموت وياكل الكاب بأي طريقة، فأنا يعني شوية كده وهخرجه مش هيفضل معايا كتير. بص انتوا متعرفوش كمية الكوارث اللي هو بيعملها، يعني جزء من الكوارث اللي هو بيعملها هتبان هنا في الفيديو عشان بس تعرفوا المعاناة اللي انا بعيشها معاه. انت اكيد داخل الفيديو عايز تعرف ليه ده افضل ماوس في العالم، ايه المميزات اللي موجودة فيه اللي تخليه ياخد لقب افضل ماوس في العالم بالنسبة لصناع المحتوى. وانا هنا جاي عشان ارضي شغفك ده، هقول لك كل المميزات بطريقه مبسطه جدا عشان تعرف ليه اي صانع محتوى يهمه جدا ان هو يكون عنده ماوس زي ده. بس قبل ما ندخل في النقطه دي خلينا اديك معلومه بسيطه، ان انا اصلا كان معايا لوجيتك ماستر ام اكس 2 اس اللي هو الاصدار اللي قبل اللي معايا ده. ليه بقى غيرته؟ انا من الناس اللي حظها وحش مبدئيا، ان الماوس حصل فيه مشاكل، باظ منه زرار وحصل فيه مشاكل وبقى الماوس نفسه بيقف. وبعد كده حصل الحاجه اللي انا بكون دايما متوقع ان البغبغان بتاعي يعملها، هو ان البغبغان كل اجزاء كتيره جدا من الماوس، فهو الماوس اتدمر حرفيا، سواء الماوس نفسه كاستخدام او حتى المنظر او الشكل العام بتاع الماوس. بس علشان ما اظلمش الراجل معايا، هو مش بياكل الحاجه، هو اي حاجه فيها جلد او مطه هو بيحب جدا يروح يبوظها وبس، يعني هو ما بياكلهاش هو بيبوظها بس. طيب الاصدار الجديد اللي معايا هو لوجيتك ماستر ام اكس 3. الماوس سعره في حدود 100 دولار، ولو جبت اللون الفضي اللي معايا ده ممكن يزيد حاجه بسيطه، لكن طبعا السعر اللي هو ال 100 دولار اللي هم بيساوي 1600 جنيه مصري ده مش السعر خالص بالتاكيد اللي انت ممكن تاخده بيه في مصر، لازم تدفع اكتر بكتير. الموضوع بيوصل ل 2300 جنيه واسعار غريبه كالعاده في مصر يعني. ومبدئيا كده الماوس حجمه 140 جرام، يعني اخف من اي موبايل انت بتمسكه، فهو وزن خفيف نسبيا. تعالوا نروح لاول ميزه حقيقيه موجوده في الماوس اللي موجود هنا، وهي انك تقدر تربط الماوس ده بثلاث اجهزه مختلفه. بمعنى لو انت منشئ محتوى ممكن يكون عندك بي سي، عندك اللابتوب الخاص بيك، عندك مثلا ايباد او جهاز تالت، او حتى ممكن توصله بموبايل ايا كان، تقدر بقى تنقل بين الثلاث اجهزه بتوعك ببساطه جدا. عندك زرار موجود تحت في الماوس عليه رقم 1 و2 و3، بكل ضغط على الزرار ده بينقلك من جهاز للتاني، فانت ببساطة تقدر تتنقل بين التلات اجهزة بتوعك بكل سلاسة وبكل سرعة. بس هنا في ميزة جديدة ما كانتش موجودة في الاصدار اللي فات اللي كان معايا، والميزة دي اسمها لوجيتك فولو. الميزة دي ببساطة ان انت هتعمل سيت اب للتطبيق بتاع الماوس ده على الجهاز الاول وعلى جهاز تاني مثلا، وبعدين تقدر تتنقل بين الشاشتين في جهازين كمبيوتر مختلفين. الماوس بتاعك نفسه هيقدر يتنقل بين الجهازين بكل سهولة. كمان في ميزة بس انا ما جربتهاش، ان انت ممكن تعمل كوبي من الجهاز رقم 1 للجهاز رقم 2، وحتى لو الاجهزة اللي عندك واحد ويندوز والتاني مثلا ماك ده قابل للحدوث. تمام كل ده جميل في جزء من الابهار، بس تعال اخدك بقى للميزه الحقيقيه اللي انا شخصيا بروح ادفع الفلوس دي في الماوس علشان استخدمها. الماوس هنا فيه 5 ازرار، ودي مش حاجه يعني مميزه قوي، ماوسات الجيمنج بيكون دايما فيها ازرار كتير، لكن السوفت وير بتاع الماوس ده بيضمن لك حاجه مهمه جدا، تقدر تخصص ال5 ازرار دول، ودي برضو حاجه عاديه بتلاقيها في ماوسات كتير، لكن الاهم ان انت تقدر تخصص ال5 ازرار دول ل5 وظائف في كل تطبيق على حده. يعني ايه الكلام ده؟ خليني بقى اوضح لك الموضوع كده بكل بساطه. مبدئيا تعالى اقول لك ايه هم ال5 ازرار. عندك البكره او السكرول نفسه فيها زرار، يعني بتضغط عليها هي نفسها فيها زرار. عندك زرار تاني فوق السكرول، وعندك زرارين جانبيين، وعندك زرار تاني تحت الصباع الكبير، يعني وانت ساند على الماوس كده في زرار تقدر ترجع بصباعك كده لورا شويه وتضغط عليه، وفي زرار سادس او بمعنى اصح هو بكره او سكرول سادس موجود في الجنب. فانت كده عندك 6 حاجات ممكن تستخدمهم. طيب ال6 ازرار دول من خلال التطبيق بتاع الماوس تقدر تقول له بكل بساطه، 6 ازرار دول لما اجي اشتغل على مثلا برنامج زي جوجل كروم يعمله 6 وظائف، لو رحت بقى اشتغل على الوورد خليه يعمل 6 حاجات مختلفة خالص، لو رحت بقى اشتغل مثلا على ادوبي بريمير 6 وظائف مختلفة، على فوتوشوب 6 وظائف مختلفة. فهم مالهمش وظيفة ثابتة، هم ليهم عدد لا نهائي من الوظائف، انت بتدخل تختار كل تطبيق على حدة منفصل، وتقدر تختار بقى كل زرار فيهم يعمل ايه جوه التطبيق ده، وهو بيديك اصلا بريسيت جاهز تقدر تاخده منهم، ده بيحدد لك الاعدادات الافتراضيه اللي هو حاطينها في كل تطبيق عشان تقدر تستخدمهم بكل سهوله. يعني انت دلوقتي عايز تروح تلعب لعبه تقدر تخصص الازرار، وخلينا اديك مثال عشان يعني دماغك تكون معايا في الدنيا بتمشي ازاي. يعني تخيل مثلا انت هتلعب ببجي موبايل، تقدر تخصص زرار رقم 1 مثلا عشان السلاح رقم 1، تقدر تخصص زرار رقم 2 عشان السلاح رقم 2، زرار رقم 3 مثلا عشان الهيلث، زرار رقم 4 مثلا عشان القنابل، تقدر تخصص الزراير على اي طريقه انت تحبها، وتقدر تعمل ده في كل التطبيقات. وفي نقطه كمان ان بالذات
منتجات البقرة الجانبية اللي موجودة هنا ليها استخدامات كتير قوي عظيمة جدا. يعني مثلا لو انت في جوجل كروم البقرة دي بتتنقل بين التابس اللي موجودة فوق اللي انت فاتحها. لو انت مثلا واقف على صورة ممكن تخليها تفضل تعمل زوم ان وزوم اوت في الصورة. لو انت مثلا في برنامج المونتاج ممكن تفضل ماشي بيها بالتايم لاين رايح جاي او تعمل زوم ان في التايم لاين وتعمل زوم اوت. ليها استخدامات غير محدودة ومفيدة جدا. طيب هل بقى الكلام ده مفيد او عملي لاقصى درجة ممكن تتخيلها من العملية؟ يعني انا شخصيا نص الحاجات اللي انا بعتمد عليها في برنامج المونتاج اللي هو ادوب بريمير من خلال الماوس بقيت بقدر اعملها، وده مش واخد عليه يعني من السنه دي، ده من الاصدار اللي فات وانا بعمل كده. فبالنسبه لي كون ان انا اعيش بدون ماوس زي ده ده مستحيل. كمان في نقطه مميزه جدا اللي استخدم النوعيه دي من الماوسات هيكونوا عارفينها، وهي ان في خاصيه اسمها ماج سبيد. خاصيه ماج سبيد دي عباره عن ان انت تقدر تعمل سكرول بالبقره دي كده، سامعين؟ هو ما بيوقفش، يعني هو مكمل. السحبة الواحدة بتكمل تقريبا من 8 ل 10 ثواني، وفي كل ثانية واحدة بيقدر ينزل 1000 سطر. يعني في ال 8 او ال 10 ثواني دول يقدر ينزل 10000 سطر في كل مرة بتعمل فيها سكرول بس كده، ودي حاجة مبهرة جدا. طيب في نقطة تانية عظيمة جدا في الماوس هنا، وهي البطارية. البطارية اللي موجودة هنا هي بطارية داخلية يعني غير قابلة للإزالة، زي بطارية موبايلك كده بترجع تشحنها مرة ولا التانية بشكل عادي جدا. البطارية هنا بتديك 70 يوم من الاستخدام، وبعدين تقدر ترجع تشحنها تاني من خلال منفذ شحن تايب سي، وده نقطة كويسة جدا ما كانتش موجودة في الإصدار السابق. بس الأهم إن هنا الماوس بيدعم الشحن السريع، تخيل دقيقة واحدة بس تديك 3 ساعات استخدام، ودي نقطة مميزة جدا. في نقطة كمان مميزة جدا في الماوس هنا، وهو إن أنت تقدر تشغله على أي سطح، إزاز، خشب، بلاستيك، اي حاجه ممكن تتخيلها الماوس هنا بيشتغل عليها وبكل سهوله، ودي حاجه برضو مهمه جدا. نقطه اخيره هي تكنيكال شويه، وهي ان الماوس هنا بيدعم لحد 4000 دي بي اي، ودي حاجه مميزه جدا بالنسبه لماوس وايرلس. بس رغم ذلك الماوس هنا مش موجه للجيمرز، الماوس هنا موجه لمنشئ المحتوى. طيب هل معنى كده ان الماوس ما فيهوش عيوب؟ بالتاكيد لا، ما فيش حاجه في العالم ما فيهاش عيوب. وهنا هي نقطة واحدة اللي معجبتنيش، البيلد كواليتي او جودة التصنيع بتاعت الماوس حسيت ان هي كانت ممكن تكون افضل من كده بشوية، مش زي اللي انا توقعته. يعني لما شفتها في الصورة حسيت انه واو شكله البيلد كواليتي بتاعه يطلع حاجة كده فشيخة، بس لما جيت استخدمه في الحقيقة بالذات الزرارين اللي في الجنب دول لا، يعني مش كليكي خالص، مش حاجة تحسسك ان انت دافع 100 دولار، لا كويسة في الملمس بتاعها ولا حتى في صوت الضغطة. كمان الـ يعني الماج سبيد اللي انا اتكلمت عنها مش عارف اقول ايه، فيها هابتك فيدباك او رد فعل اقل شويه من الاصدار اللي فات، لكن غير كده ماوس عظيم. يعني مفيش حد منشئ محتوى ممكن يكون عايز يشتري ماوس ويلاقي افضل من ده. وبس دي كانت كل حاجه عن هذا الماوس العظيم في رايي الشخصي. دعواتكم بقى ان هم ما ياكلش الماوس الجديد زي ما اكل الماوس القديم، وهي بس ممكن تعمل اشتراك لو انت اول مره تشوفني، او لو انت شفتني قبل كده وما اشتركتش يعني شفتني كذا مره فنشترك بقى. وممكن تتابعني على فيسبوك، انستجرام، تيك توك، كل اللينكات دي موجوده تحت في الديسكريبشن. وكالعاده انا احمد مدحت، و سلام.